غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم، متوجها إلى المملكة المتحدة في زيارة يلتقي خلالها مع معالي السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة، حيث يجري جلالته مباحثات تتناول العلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.